إلى شكل كرة 3D أو مجسمة باستخدام درجات التظليل اللي قدامنا HB, B, 2B و6B. على اعتبار دايما ان احنا بنرسم شكل الكرة بنستخدم فيه اي شكل بيساعدنا, نستخدم اي حاجة دائرية تدينا الشكل الدائري اللي قدامنا. هنقول ان احنا عندنا هنا مصدر ضوء او مصدر اضاءة جايلنا من الجهة اليمنى. مصدر الاضاءة دي هينزل على الكرة او الشكل المجسم اللي قدامنا, فيترك لنا 4 تونات من درجات اللون اللي هنستخدمهم. هنا هنقول ان الضوء لما بينزل هنا, هنا مصدر الضوء الاساسي بيكون على سطح الكرة من فوق, بعدين نستخدم HB B بالترتيب كده الى ان نستخدم الدرجة الغامقة جدا اللي مبيوصلهاش الضوء اللي هي 6B. يعني لو احنا عندنا الكرة بالشكل ده هيبقى عندنا الشكل ده لان هنا مصدر الاضاءة. هنظلل بالشكل ده هنا على شكل هلال, وبعدين نبدأ نزيد التظليل شوية شوية الى ان نوصل للدرجة الغامقة من التظليل علشان يبقى عندي تقسيم الدائرة بالشكل ده. وهنا الجزء الاخير منها بيجي عليه الرفلكشن او الاضاءة اللي متوصل لهاش دي, انعكاس الضوء هنا. تمام, طبعا خطوة بخطوة هنبدأ, وهنبقى في ظل الكرة على الأرض هنا بنفس الاستدارة بتاعت الكرة أو بنفس التقسيم بتاعها. هنشوف منطقته بتيجي ازاي وهنشرحها بالتفصيل دلوقتي. بالشكل ده بنحصل على شكل دائري للكرة. تمام, نبدأ مع بعض خطوة بخطوة. نستخدم الاتش بي في الرسم الكرة او الدائرة بتاعتي زي ما رسمناها هنا, وزي ما قلت لكل عندها صعوبة او عنده صعوبة في الرسم يستخدم اي شكل يساعده على الرسم. هنستخدم مسطرة علشان نشوف مصدر الاضاءة على حافة الدائرة من يمين واليسار وينزلني فين عشان تبقى نهاية الظل بتاعتي في المنطقة دي. هنبدأ بالاتش بي, ناخد تظليل خفيف هنا كده بشكل دائري. وبعدين اخد البي تظليل بالشكل ده بشكل مائل مع شكل الورقة. بلاش نستخدم ان احنا نوقف القلم افقي على الورقة, لا خليه مائل مع الورقة عشان يديكي تظليل سريع ودرجات تون واضحة بالشكل ده. ادي اول جزء انا خلصته تقريبا اللي هو البي والاتش بي. هرجع تاني اخد الاتش بي وادمجه مع البي بالشكل ده. من اتش لبي في ايه الفرق بين الاتش بي والبي؟ خليني اشرح. هنقول هنا الاتش وهنا البي, تمام, في النص في بينهم اتش بي. طيب في عندي اتش وعندي 2H وعندي 4H, بنعلى باتنينات دايما برقم زوجي, وعندي البي وال2B وال4B الى 8B اغمق درجة. هنا كل ما رحت الى هذه الجهة كان سوفت
ودوت دارك، او دي الدرجة الغامقة ودي الدرجة الخفيفة الناعمة من الرصاص. انا بدمج هنا بين البي والاتش بي عشان احصل على الدرجة الفاتحة من الظلال. هبدأ بعد هنبدأ تاني نرجع لدرجة البي وندي درجة منها تاني على البي عشان نوضح الفرق بينها وبين الدرجة اللي قبلها او التون اللي قبله من الرصاص من التظليل. دلوقتي هوصل لدرجة التوبي وابدأ امشي مع شكل الاستدارة اللي انا عملتها واللي انا ماشي عليها بشكل مائل كده، وطبعا بدمج بينها وبين الدرجة اللي قبلها اللي هي البي. ما تحاولوش تسيبوا الفواصل اللي انا خليتها بالقلم الاول البداية، انا كنت بوضح فيها بس ان همشي على 3-4 درجات من التظليل، فبالشكل ده بمشي شوية شوية وعلى مهلكم. منحاولش نضغط على الورقة عشان يكون سهل علينا في الدمج بعد كده بالبلندر او بالبروشوس اللي انا هوريها لكم حالا. زي ما احنا شايفين الرصاص هنا اتحط الدرجة الغامقة اللي هو 2B، وانا عايزة اشوف الفراغات اللي بين الرصاص دي اقدر اعمل فيها ايه وهدمجها ازاي. ممكن استخدم السوفت بروش، اي نوع من البروش عندك لاستخدام الالوان المائية. السوفت بروش بيدمج لنا الرصاص بطريقة خفيفة وسهلة ويدخلهم بين أنسجة الورقة بشكل رائع زي ما احنا شايفين، وبيديني إحساس إن الملمس هنا صار أنعم من الأول. ندمج التونات مع بعض بالشكل ده، أو البلندر اللي هو القلم الورق المضغوط اللي بتقدري تدمجي بيه المناطق الغامقة والفاتحة بالشكل ده، وعبارة عن ورق مضغوط. طيب احنا وصلنا للتوبي زي ما احنا شايفين. طب انا لو ما عنديش بلندر ما عنديش بروشوس اعمل ايه؟ ممكن استخدم الكلينكس عادي، الكلينكس بيدمج لي بطريقه بسيطه برضو سهله. ما تضغطيش عليه عشان تحافظي على الرصاص. استبعدوا انكم تستخدموا اصبعكم في التظليل لان الصبع نفسه في الدمج مش لطيف وما بيدينيش التاثير اللي انا عايزاه. هناخد دلوقتي السكس بي ندي فيه الدرجة الغامقة جدا اللي هي اغمق درجة اللي ما بيوصل لهاش الضوء ابدا من الكرة هنا في هالمنطقة اللي هي قبل المنطقة الفاتحة اللي هنسيبها، هنسيب عليها الرفلكشن بتاعنا. طيب حاولي دايما تنظفي الالوان عن طريق استخدام عندنا ممحاة العجن اللي زي ديت، ممكن تستخدموها، ممكن اي ممحاة عادية مش عارفة هي واضحة ولا لا، سامحوني على الاضاءة بتاعت التصوير. نكمل تظليل في الدرجة الغامقة اللي هي الدارك شادو، هنا اغمق درجة ما بيوصل لهاش ابدا الضوء، وهنفضل نديها درجة من الظلال عشان نبين استدارة الكرة هنا برضو بشكل السي، حرف السي او شكل الهلال.
زي ما قلت لكم نخلينا بميل على الورقة بالشكل ده. نبدأ نرجع للتو بي تاني وندي لها في المنطقة اللي هي انعكاس للإضاءة اللي جاية من هنا منعكسة على يعني مثلا احنا متخيلين ده السطح، فالضوء لما بيضرب على السطح بيديني انعكاس هنا في المنطقة دي، فالانعكاس للضوء نفسه بعد ما وصل لسطح الأرض وضرب في سطح الكرة فاداني درجة أشبه بالدرجة الموجودة اللي بدأنا بيها بالـ HB، بس أنا هنا استخدمت الـ 2B أفضل إن عايزة أدمجها بينها وبين الدرجة اللي قبلها بالظبط، فيكون أسهل عليكي في الدمج أول مرة إنك تستخدمي بعد الـ 6B تستخدمي درجة من درجات الـ B وهي الـ B أو الـ 2B على حسب المتاح عندك. زي ما قلتلك هنرجع للسوفت بروش اللي بندمج بيه على خفيف جدا، خلي ايدك ناعمة جدا على في الدمج، انا بفضل البروشز دايما في الدمج افضل عندي من ان انا استخدم البلندر، خاصة لما بستخدمها على الفورمز او على الاشكال الهندسية. هنا بالبي رجعت دمجت تاني. طيب عايزة اوري الظل بتاع الكرة نفسها، هنا زي ما قلت لكم نهاية خط الإضاءة، احنا بدأنا من الفاتح للغامق، هنا هنبدأ العكس من الغامق للفاتح. نشوف ازاي همشي مع خط الكرة بتاعتي، هي دلوقتي صارت كرة ما بقتش دايرة، ليه؟ لانها خدت ظلال وتقسيم وتحولت لشكل جميل اللي قدامنا دوت، شكل الدائرة اتحولت لكرة، بنديها ظلال من تحتها كده بشكل نفس اللي لو بدأناه هنا الهلال دايما نمشي فيه احنا شايفينه ان هنا مفيش منطقة ضوء خالص، فبنديها اغمض درجة من الرصاص اللي هي 6B، وطبعا بتاخدي شكل الدائرة، ظل الدائرة ظل الكرة اكيد على شكل دائري. اروح عند الـ2B تاني بعده، زي ما قلت لكم احنا بدأنا من الفاتح للغامق ودلوقتي من الغامق للفاتح، 2B بعد 6B، لو عندنا 4B كمان يحبز ويفضل احسن من ان احنا ننتقل لدرجة اربع درجات افتح مرة واحدة. طيب اللي ما عندهاش بقى اقلام الرصاص واللي ما عندوش اقلام الرصاص والاحجام والتونات دي كلها يعمل ايه، انا هعمل درس تاني بقلم رصاص واحد ازاي اقدر احصل على كل الدرجات من قلم واحد بس. هنا نرجع للبي، انا يا جماعة بشكل سريع حاولت اوصل المعلومة، طبعا كل ما تتعمقي في الظلال وتأثيراتها اكتر هتلاقي نفسك الموضوع محتاج تدريب بس مش اكتر. اهو ادينا لها درجة الغامق هنا اكتر، هنا اكتر درجة مش وصل لها الضوء ابدا، وزي ما قلت لكم قبلها على طول بتبقى في درجة انعكاس الضوء اللي هي ضوء وصل للسطح وضرب على الاسفل الكرة فاداني التأثير ده. طيب خلينا ندمج الرصاص التون ده مع ده، باخد البي او درجة شوية افتح عشان احس التونات كلها منسجمة مع بعضها. انا هنا ما جيتش هنا خالص في المنطقة دي لان تعتبر هنا منطقة الضوء اللي وصلة عليها فمش محتاجة احط رصاص. يلا ندي درجة تون رصاص اغمق شوية عشان اوضح الشكل هنا اللي واصل له اللي مش واصل له الضوء خالص في المنطقة دي. خدت السكس بي تاني وحاولت ادي الدرجة الاغمق اكتر عشان بس اوضح لكم الفرق وازاي احصل على شكل مجسم من شكل الكرة. لو حسيتي الاقلام بتلطش معاكي اول مرة، يعني بتلطش ازاي، يعني
مش ماشيه في ايدك عدل ودرجات مش طالعه معاكي والتونات مش ظابطه، عادي جدا. الفن عايز تدريبات وتدريبات علشان تقدري توصلي لمرحله الخبره اللي انت ترسمي فيها اي شكل بالظل، باستخدام الظل والنور بشكل مجسم ورائع. حتى بيساعدنا التدريب على الكرة ان احنا نرسم الاشياء بقى المجسمة اللي هي فيها ظلال زي كده. فحاولوا دايما تتدربوا على شكل الكرة، انه بيساعد جدا في رسم التفاحة، في رسم الجرة، في رسم الفواكه، في رسم الكثير من الاشكال. استخدمي فرشة، اي فرشة موجودة عندك عادية، استخدمي بلندر، ما عنديش بلندر اقدر استخدم الكلينكس. اتمنى ان انا اكون وصلت لكم المعلومة بشكل بسيط وسهل. طبعا اخر جزئية بتبقى في اي فيديو عندي بحب اكد على مناطق الظلال اللي هي الدارك زون من الاضاءة، اللي هي بتكون منطقة ظل الكرة على الطاولة او المكان اللي هي موجود عليه. وبحب اكد برضو على المناطق اللي هي الدرجة في الكرة عشان تدي الاستدارة الموجودة عندك هنا. شكرا لكم.